في هذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لمنظمة الانتربول وشركائها على هذه المبادرة التي تجمع عددا كبيرا من المختصين في هذا المجال من المصالح المكلفة بتطبيق القانون وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والجهوية والجامعيين وممثلي القطاعات المعنية من حوالي 75 دولة ومنظمة بهدف خلق فضاء للنقاش وإيجاد الحلول والرفع من قدرات كل الجهات المعنية بالوقاية من مخاطر الحصول والاستعمال غير لائق للمواد الكيميائية خصوصا الاستعمال العدواني في أعمال إجرامية خصوصا الإرهابية منها. هذه المناظرة الدولية تنظم في وقت يعرف تغييرات متعددة ويتميز بتحديات وتهديدات محدقة بأمن وسلامة بلداننا، وعلى رأسها التهديد الإرهابي الذي خلف عدة ضحايا في الأرواح وخسائر جمة في الممتلكات في مختلف البلدان، والذي يستفيد من وسائل التكنولوجيا الحديثة ويسعى باستمرار للحصول على أسلحة الدمار الشامل. إن هذا التهديد يبقى قائما وبشدة، كون المواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية في متناول المجموعات الإرهابية التي تسعى لفرض نفسها وتنفيذ مشاريعها الإجرامية سواء على المستوى السيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي، كما تهدد أمن الوطن والمواطنين وتزعزع استقرارهم ولو في غياب تنفيذ أعمالها التخريبية. فكما تعلمون عاشت مجموعة من الدول في السنوات الماضية عدة أحداث إرهابية باستعمال المواد الكيميائية والبيولوجية وغيرها، خلفت عددا كبيرا من الضحايا، حيث أذكر في هذا الصدد أذكر في هذا الصدد بالأحداث الإرهابية التي عرفتها التي عرفها المغرب خلال سنوات 2003 و2007 و2011، والتي خلفت قتلى وجرحى وخسائر كبيرة في الممتلكات، وكان لها الأثر السيء على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي. فمنذ الأحداث الإرهابية الأولى التي شهدتها مدينة الدار البيضاء 2003، اعتمد المغرب مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، تشمل الجانب التشريعي الذي عرف تعزيزاً للقوانين المجرمة لهذه الأفعال وتشديد العقوبات المترتبة على اقترافها، والجانب الاجتماعي الخاص بمحاربة الهشاشة الاجتماعية ومساعدة الفئات الهشة لإنجاز مشاريع مدرة للدخل حتى لا تسقط في الإرهاب، والجانب الديني حيث عملت الحكومة على إعادة هيكلة الحقل الديني بشكل يتماشى مع التعاليم السمحاء للشريعة الإسلامية، وكذلك الجانب الأمني بتعزيز الإمكانيات المتوفرة لدى المصالح الأمنية بمختلف مكوناتها.